السلام عليكم. عليكم السلام. نعم الشيخ مصطفى، نعم مصطفى، كنت عايزة أسألك بس حاجة بخصوص الميراث. اتفضلي. حضرتك، أنا خالتي مش متزوجة وتوفت، الله معندهاش يرحمك. أولاد يعني ومعندهاش حاجة، وبتاع ده أنا يعني هي عندها 3 إخوات. أنا من أختها اللي هي متوفية، أنا بنتها من أختها المتوفية. بنت اختها الميتة. انا بنت اختها الميتة، هي كانت شايلة معايا عفوا قلنا عفوا، بقالها 10 سنين، عبارة عن صبرا ذهب صبرا يا اختي صبرا. ماشي. امك ماتت قبل او خالتك؟ لا، ماما ميتة بقالها 2 3 سنين، خالتي لسه متوفية بقالها 3 4 سنين. يعني امك ماتت قبل خالتك وانت لك اخوان رجال. وهي كانت شايلة معايا ذهب، ايوه عائله مثلا معايا داخل في 11 سنة دلوقتي. طيب. هي عندي خالي وولاد خالي، خالي برضو متوفي وولاد خالي موجودين، ولدين وبنتين. خالك المتوفي ده مات قبل خالتك او برضو متوفي بقاله فترة كبيرة، يعني بس اللي انا استطيع؟ بكلم حضرتك عليها دي لسه متوفية بقالها 4 5 ايام كده. اصبري علي بس عشان افهمك وتفهميني. الان انت ليكي خالة. توفي. اصبري علي، قلت لك لا تتكلمي. ماشي، حاضر حاضر، معاك. أنت لك خالة ولك أخوال على قيد الحياة. لا، ماليش أخوال، خالي متوفي، ولاده هم اللي عايشين. أيوة، يعني خالتك ما تركت أحدا الآن من إخوانها ولا أخواتها. لا، في أختين عايشين وولاد خالي وأنا اللي هي مامتي متوفية بقالها كتير، مامتي متوفية بقالها 4 سنين. أيوة، يعني توصيف امرأة ماتت. وليها أختين عايشين. صبريني علي، لها أختان على قيد الحياة أيوة تمام. وأولاد أخ ميت وبنت أخت ميتة. أيوة أيوة، خالتا أختاها الاثنتان سيأخذان الثلثان. طب أنا بس عايز بسم الله، أنا أكلمك، أنا أجيب لك كل حاجة، أنت ملكيش حاجة، خلاص اتفضل. ماشي خلصت الكلام، ليس لك الشيء، ماشي. خلاص أمرك إلى الله بقى. بنت الأخت ملكي، ليس لك شيء. ماشي، اللي هي متوفية، اللي عشان مامتي متوفية. ماشي تمام. خلاص، القسمة أختاها لهما الثلثان لآخر آية في سورة النساء، والباقي الحق الفرائض بلا، فمن بقى لأولاد الذكر لأولاد أخيها الذكور. والإناث ما ياخدوش. لأولاد أخيها الذكور. ماشي. طب هي دلوقتي الذهب اللي معايا ينفع اعمل لها فيه صدقه على روحها؟ لان انا لازم تستأذني الورثة، ده ليس حقك ولا حقها الآن، المال مال وارث الآن. يعني كده المال دلوقتي على سبيل الامانه يبقى ده المال مال وارث الآن، الله يحفظك. ما اقدرش اتصرف فيه خالص غير لما هم يوافقوا برضاهم ان احنا نعمل صدقه جاريه على روحها. الله يسلمك. ما وصلت لك خالتك بحاجة؟ ما هي ما وصلتش، يكون لما كنت كده اسالها تشوح لي بايديها وتقول ما تديش اي حاجه، يعني تعمل كده. طب يا خالته الدهب ده خلاص مالكيش حاجة، الأمر لله، يلا الأمر لله.